عقب مناقشة مستفيضة حول طلب التعديلات الدستورية المقدم من 5 أعضاء البرلمان والذي لقى رفضا من البعض وتأييدا كبيرا من أغلب النواب، جاء التصويت نداء بالاسم حول مبدأ التعديل. النائب محمد سليم موافق على موافق التعديلات. النائب أحمد أحمد سعد سعد درويش موافق أوافق على مبدأ التعديلات. النائبة منى شاكر منى شاكر أوافق على التعديلات الدستورية. حسن النائب حسن سيد خليل وافق على مبدأ التعديلات الدستورية. ياسين النائب ياسين عبد الصبور العربي وافق طبعا على مبدأ التعديل لكن التحفظ على صلاحيات مجلس الشيوخ. نائب صلاح الدين عياد موافق موافقة جزئية. على ايه صلاح بس؟ اعترض على المواد التالية: المادة 200 فقرة أولى، والمادة 102 فقرة أولى، المادة 185 فقرة ثانية، المادة 89 فقرة ثانية، والمادة 93 فقرة ثالثة. موافق جزئيا. النائب رزق أبو الصحفاق رزق اتفضل. موافق من المبدأ، وكما أشكر اللجنة التي عادت الدستور 2014 للظروف التي كانت تمر بها البلاد. شكرا يا شكرا. النائب حمادة غلاب حمادة غلاب البحر الأحمر غير موجود. لا موجود حمادة. أوافق من حيث المبدأ. موافق من حيث المبدأ. النائب أحمد أبو خليل تفضل يا أحمد. اضغط على الزر. اضغط على الزرار يا أحمد. موافق موافق على التعديلات الدستورية. النائب ممدوح علي عمارة ممدوح عمارة تفضل يا ممدوح. موافق من حيث المبدأ على تعديلات الدستورية. موافق من حيث المبدأ. النائب فوزي نصيبة حاضر تفضل. فوزي اوافق من حيث المبدأ. موافق. النائب امين جوده من اجل مصر ومن اجل نظره حنان لسيناء اوافق. شكرا. النائب رحمي بكير رحمي تفضل. من اجل التنميه والاستقرار اوافق من حيث المبدأ عدا المادة 102 فقرة 1. نائب إبراهيم أبو شعيرة تفضل يا إبراهيم. أوافق من حيث المبدأ يا رئيس. موافق من حيث المبدأ. النائب رمضان سرحان تفضل يا رمضان. أوافق من حيث المبدأ يا فندم. النائب نور سلام العمادي أوافق على التعديل يا رئيس. النائب نادر مصطفى موافق على التعديلات الدستورية. النائب أسامة هيكل أوافق. النائب كمال عامر أوافق على التعديل. النائبة نادية هنري غير موجودة. أيوة يا فندم. لا موجودة نادية هنري موجودة. الدكتورة تفضل يا دكتورة. حرصا على مبادئ الدستور الحاكمة، تداول السلطة، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، الدولة المدنية المصرية، أرفض طلب هذه التعديلات المقدمة من غير موافق. تفضلي يا دكتور. النائبة مارجريت عازر مارجريت تفضلي. أوافق على التعديلات. النائبة سوزي رفلة تفضلي. أوافق على التعديلات الدستورية. شكرا. النائبة سلاف درويش سلاف موجودة تفضل. أوافق على تعديل الدستور. النائبة فايزة محمود أرفض التعديلات الدستورية. ترفض التعديلات الدستورية. النائب محمود بدر تفضل يا محمود. أوافق على التعديلات من حيث المبدأ. موافق من حيث المبدأ. النائب رشاد شكري رشاد يا شكري امبارح قاعد واخد الكلمه والنهارده اختفى. اتفضل. شكرا يا معالي الرئيس. اوافق يا فندم على جميع التعديلات الدستوريه دون تحفظ مبدئيا. النائب مصطفى الجندي اتفضل يا مصطفى. اوافق من حيث المبدا. موافق من حيث المبدا. النائبه ماجده نصر دكتوره ماجده نصر اوافق على مبدا التعديلات. شكرا. النائبة جواهر بنت الريف يا بنت الريف وافق يا سيادة الرئيس على التعديلات الدستورية.
النائبة هبة هجرس. دكتورة هبة هجرس موجودة، تفضلي. موافق من حيث المبدأ. موافق من حيث المبدأ. النائب محمد خالد الحشاش. موجودة خالد. يا سيادة الرئيس موافق على مبدأ التعديلات الدستورية. موافق. النائبة سماح سعد 481. تفضل يا سماح. موافق يا رئيس على مبدأ التعديلات الدستورية. موافق على مبدأ التعديلات. النائبة شيرين القشاش. شيرين موجودة. أيوة، أوافق على مبدأ التعديلات الدستورية. النائب عبد الهادي القصبي. أوافق على مبدأ. موافق على مبدأ التعديلات. الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أكد عقب موافقة البرلمان بأغلبية 485 نائبا على مبدأ التعديل على ضرورة إنشاء حوار مجتمعي موسع وفتح قنوات تواصل مع فئات الشعب المختلفة في إطار مناقشة المواد المطروحة للتعديل. السادة الأعضاء، أخطرني السيد المستشار الأمين العام أن نتيجة أخذ الرأي نداء بالاسم قد أسفرت عن موافقة 485 عضوا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة عليه وهي أغلبية عدد أعضاء المجلس. وعملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وعملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، على كل عضو من السادة الأعضاء لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه كتابة إلى رئيس المجلس خلال 30 يوما عن موعد هذه الجلسة، وبشرط أن يكون في حدود المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها. وسوف أقوم بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها. كما أكد عبد العال أن هذه الجلسات تاريخية وتعبر عن ممارسة الديمقراطية في مصر. عمرو عبد العزيز، النيل.